حاليا في حمص، ماذا عن دمشق والمناطق المجاورة لها؟ حقيقة الأحداث الأبرز هي في يعني الآن وصلتنا أنباء من الدرعة تحديدا من الحراك. هناك محاصرة لمقبرة المدينة ومنعوا الأهالي من دفن الشهداء، وفي حظر تجول شامل، يعني هناك في إطلاق نار من أكثر من حاجز، وفي انتشار للقناصة حول المقبرة. وردتنا أنباء أيضا عن انشقاق من كبير في مدينة ياسم، وهناك يعني اشتباكات تحصل الآن بين المنشقين والعناصر الأمن والجيش السوري. أيضا في هناك كان اضراب سادة مدينة درعا ونجح بنسبة 100%، والحراك وداعي الأنخل وقرية النعيمة والقرى النعيمية والقرى الشرقية، وقام بإغلاق تام للمحال التجارية، عدم الذهاب للمنازل والوظائف، ردا على الجرائم التي قامت بحق آخرها بالحراك وداعل وإنخل. طلاب المدارس طبعا خرجوا. بالنسبة لريف دمشق وتحديدا في حرستا وكفر بطمة، منذ الصباح الباكر حتى الآن قوات الأمن والشبيحة والجيش اعتقالات بشكل هي الأعنف حتى الآن بكفر بطمة وحرستا منذ بدء الثورة السورية المباركة حتى الآن. ويعني كان أبرز المعتقلين هو الشيخ فايز اللبان عمره 55 عام بالمعطمية بريف دمشق. ميليشيات الأسد يعني اعتدت على أحد الأطفال عمره 12 عام، ضربوه ضرب يعني حتى الموت، كانوا يعني ناويين يقتلوه وما تكاتفوا اصدقائه وحاولوا انقاذ الطفل. بلدئية تكرر نفس المشهد بتحديدا بمدرسة بهيج شومان، اعتقلوا والده للطفل امام ابنه حتى يجبر الابن انه يعني يدلهم على 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 اصدقائه اللي كانوا عم يهتفوا ضد النظام. بدير الزور نفس الشيء، كان في حملة مطاردات لطلاب الصف الثاني والثالث، طلاب الصف الثاني والثالث ابتدائي بجبالة والحميدية وشواخ والصناعة، لانه شاركوا بالمظاهرات. يعني مظاهرات الطلاب دائما عم تخرج، بس الابرز كان اليوم هو بريف حلب، لانه ريف حلب انتفض بمارع وبكل المناطق، بمارع وعندان وتل رفعة، ردا على المسيرة الإجبارية اللي خرجت اليوم، والجميع بيعلم بيان وسط الصناعة رقم 1708 اللي أصدر فارس الشهابي وطلب فيه من الجميع أنه يتوجه لمنطقة الجمالية وساحة عبد الله الجابري. وأيضا مدينة حلب خرجت مظاهرة بتحديد حي المحافظة قرب دوار البولمان، ومظاهرة حاشدة كانت بحي سيف الدولة للرد على المسيرة الإجبارية المؤيدة لبشار الأسد. نعم علي حسن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة العامة للثورة السورية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.